أهلا بحضراتكم. القمح والقطن طول عمرهم مرتبطين باقتصاد مصر وشخصيتها الزراعية منذ آلاف السنين، وبالتحديد القمح. القمح مرتبط بالخير وبالنماء وبالغذاء وبالأكل والشرب، ودايما كان القمح المصري يتم تصديره زي القطن المصري الحقيقة في كل أنحاء العالم، وماركة مميزة. زراعة القمح في مصر بتعاني من مشكلات بقالها سنين طويلة، مشكلات ليها علاقة بالعلاقة بين الفلاح ووزارة الزراعة، وكيفية تسويق القمح وتصديره أو الاستفادة منه في السوق المحلي، ومؤخرا كمان المساحة الفعلية اللي بيتم فيها زراعة القمح مش بالكثرة الكافية اللي بتسد حاجة احتياجاتنا الغذائية، واللي المفروض ان احنا نسعى الفترة اللي جاية ان احنا نعليها ونزودها. ومن هنا جت مبادرة الزراعيين الفلاحين، النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، لطرح مبادرة لزيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح في مصر. وده الأسباب كتير جدا، من ضمنها طبعا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاجة الغذائية، لكن أكيد في أسباب تانية كتيرة هنتعرف عليها في هذا الحوار مع الحاج سعداوي حامد القائم بأعمال النقيب العام بنقابة الفلاحين الزراعيين. صباح الخير. صباح النور. أبتدي معاك مباشرة بالمبادرة وأهم بنودها، وليه انتوا فكرتوا في هذه المبادرة؟ طبعا اكيد من ضمن الاسباب تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن اكيد في اسباب اخرى، وبعدين نتكلم على حال زراعة القمح بشكل عام في مصر هذه الايام. اتفضل. احنا بنعمل مبادرة على القمح انه ده اساسا غذاء رسمي للبلد. لا ما عندناش غير هو غذاء، ده غذاء. احنا بنتكلم المبادرة على حساب ما يحصلش فيها لعب وتلاعب في زراعة القمح وفي التقاوي. انتوا عايزين تزودوا مساحه الاراضي المزروعه بالقمح؟ عايزين نزود المساحات، وعايزين البحوث تنزل زي زمان، تحسين تربه الارض، لكشف على تربه الارض، لصرف الاراضي اللي هي قديمه عشان تجيب. دي المشاكل اللي انتوا بتعانوا منها هنيجي ليها بالتفصيل. يعني لكن خلينا نتكلم في المبادره نفسها، هل مساحه الاراضي اللي موجوده حاليا غير كافيه ولا غير صالحه لزراعة القمح بالشكل اللي يخلي المنتج عالي قيمة؟ يعني الأرض السمرة طبعا تعبت شوية. عندنا الأرض الجبل واسع. الأرض الصفرة الجديدة كتير. يعني انتوا محتاجين تغيروا كمان تربة، مش عايزين بس تزودوا عايزين مساحة. نزود المساحة في الأراضي الجبل في زراعة القمح، إنها بتجيب محصول أكتر من أرض جديدة. ولكن في أراضي كتير ميتها حلوة وتدقى فيها بيار وتجيب مية ومساحات حلوة، واتعمل لها طرق شوارع حلوه دلوقتي كالاقليمي كالحاجات دي كلها، ودي ارض جيده جدا. فليه ما نزودش في الاراضي دي؟ طيب هذا المقترح اتقدمتوا بيه رسميا وماذا كان الرد؟ مقدمين عليه رسميا، ولكن في مشكله برضو الناس بتعاني منها، ان هم برضو قبل ما ياخدوا قرار في تصليح الاراضي دي في ناس قاعده في اراضيها تتملك. فالناس بقى كله يجي جنبه ويزرع، يعني حتى لو عايز يحل المشكله دي ممكن تتحل بسهوله جدا، يملكوا الاراضي اللي الناس اللي قاعده فيها دي. الناس مش هتقلق من الجبل، هتنزل كلها للجبل تاخد اراضي وتزرع، كل الفلاحين دول ينزلوا، لكن كله خايف ينزل يصلح ويزرع والحكومه تيجي تهده تشيله. فانتوا عايزينها تبقى عايزين تسهيلات من الدوله ووزاره الزراعه عشان الناس تسهل تبقى للناس اراضي عشان نزود محصول القمح ومحصول زراعه مصر، وبدل ما ناخد من نستورد بالدولار وبندور على الدولار، لا ده احنا اللي هنصدر. احنا ما عندناش ربع الاراضي المزروعه. هل حصلتوا على رد؟ لا ده احنا بقالنا كتير بنطالب بكده. المفروض موسم زراعه القمح امتى يبتدي؟ احنا خلاص فاضل شهر ونزرع القمح. يعني المفروض يبقى عندكم رد قبل الشهر ده؟ المفروض ان يكون عندنا رد كده، ان احنا نزرع وبعدين يعملوا لنا حل برضه، ان احنا السنه اللي عدت برضه يعني هيحصل انخفاض السنه دي في الغله. انه اغلبيه الفلاحين خايفين من زحمه الغله السنه دي. خلينا بقى في النقطه دي. اغلبيه الفلاحين خايفين من زراعه القمح. ايه المشاكل اللي انتوا تعرضتوا لها السنه اللي فاتت؟ السنه اللي حضرتك طالبنا بيها وجينا طالبنا بيها هنا وطالبنا بيها في كل حته، انه قال ضمينا القمح وحطيناه قدام البيوت. قعد شهر وشهرين على ما حد شاله، وبعد ما شال قعد شهرين على ما خدنا الفلوس بتاعت الناس. الناس دي مرتبطه يا حضرتك ان هو بيبيع القمح عشان يزرع تاني، عشان يزرع تاني الزرعه الصيفيه، عشان بياكل منها وعندوش مصدر غير كده. فالحصل ان هو القمح فضل قاف قدام البيت، ما حدش بياخده طبعا. اكيد اتعرض على ما اتحلت المشكله
والقمح اتبهدل منهم اكيد كل ده منهم ما بيحصل. النهارده انا عايز اخد زرعه اسلمها اتسوقها اكل منها وازرع منها. وليه بقى يعني ما اغلبيه الحاجات الاول قال لك الاراضي عايزين حيازات. طيب الحيازات ده ليه بقى عم عملوها على حساب ان هم التجار يتحكموا في الفلاحين ان اغلبيتهم ده انا مؤاجر؟ لا يعني ايه وانا وانا يعني اشرح لنا المصطلحات دي يعني ايه مشكله الحيازات؟ قال لك احنا عايزين نسلم القمح الشون مش هتستلم القمح الا بالحيازه بتاع حيازه. بضاعه الحيازه حضرتك دي في ناس معاها وناس ما مش معاها الحيازه. انه النهارده كان زمان العالم بتحيز عشان بتاخد الكيماوي رخيص. النهارده بقى الحيازه زي بره زي جوه مش فارقه بقى مع حيازه. هم مش عايزين يستلموا القمح الا من اللي معاه البطاقه دي البطاقه حضرتك. بقى ده بالتالي عطل ناس كتير عطل ناس ياما وخلوا التجار بدل ما انا اسلم الغله ب 400 جنيه يجي التاجر بياخدها مني ب 200 جنيه. ما انا ما معيش حيازه. ايوه وانا التاجر بقى له سكك بقى بيسلم بيها. كان بيجيب حيازات بقى تانية ما تعرفيش بيسلم اشياء ازاي ما حدش يعرف الله اعلم ورسوله. ولكن حصل تخافض في الغله فلازم برضو الموضوع ده يتبص فيه جدا قبل ما نبدا الغله. والتقاوي يعني دي بقى مشكله تانية يعني غير ان القمح لما بيتزرع ما بيتاخدش بسبب الحيازه. التقاوي نفسها حصل انخفاض في التقاوي. انخفاض في كفاءه المحصول نفسه في المحصول. من ايه؟ من اللعب في التقاوي برضو. ما انا ممكن اجيب تقاوي اكسره واعدي. المفروض ان يبقى مصدرها وزاره الزراعه والبحوث المركز القومي للبحوث. ايوه لا النهارده دلوقتي حضرتك كل مهب وده بيبيع تقاوي في المحلات تلاقيها عند الفراشين تلاقي وكله بيشيل ويزرع. انه اساسا حضرتك البحوث احنا فقدناها بقالنا اكتر من 6 سنين. كانت الاول بحوث تنزل فقدتوا التواصل معاه خالص. هو النهارده كان ايه دور المركز القومي للبحوث اللي كان بيجي حضرتك التربه بيجي يقول نظم الري ايه اعمل ده ايه اعمل ده ايه بيشرف على الدوره الزراعيه كلها بيشرف على الدوره الزراعيه. وده هي اساسا شغلته انه يشرف على الدوره دي عشان الناس دي تعمل يعني يحصل انتاج عالي في البلد. النهارده يا سيادنا احنا بندور على انتاج اعلى للبلد. دلوقتي ما بقاش في حلقه الوصل دي ما بقتش موجوده حضرتك يعني حضرتك عايز اقول لك مركز البحوث ما بيتواصلش مع الفلاح خالص. الفلاح ده المزارع على عموما هو يعتبر 55% في البلد. ايوه احنا مش هنتكلم النهارده بعد تاريخنا ده كله على اهميه الفلاح بالنسبه لمصر. مفيش ده هو طيب مصر اتعملت طيب من فلاحي طيب فين هو الاهتمام بيه حضرتك؟ فين اللي هو اتصال؟ احنا عايزين اتصال بالفلاح. احنا دلوقتي بقول لك احنا هم الهيئه بتقول لك الوزاره طلعت وزاره جديده اللي هي هتبشر للزراعه وهتعمل والكلام ده كلاته. واحنا قدمنا معاه عشان نعمل معاه برتقول كان احنا نقابه الفلاحين عايزين ان احنا نوصل الفلاح عشان نوصل صوته. طيب احنا هنتكلم في التفاصيل دي لان هيكون معانا حد من معهد البحوث الزراعيه لكن بعد ما نشوف تقرير حول موضوع القمح وزراعه القمح في مصر والمقترح والمبادره اللي طرحتها النقابه العامه للفلاحين ومن بعده نستكمل حوار. ربما أثارت أزمة فطر الإرجوت في واردات مصر من القمح موضوعات عدة تخص زيادة المساحة المنزرعة من المحصول الذي يعد أهم محاصيل الحبوب الزراعية التي يعتمد عليها المصريون لإنتاج الخبز وتربية الماشية. وتولي الدولة أهمية خاصة لمحصول القمح للعمل على زيادة الإنتاج سواء بالزيادة الرأسية من خلال زيادة إنتاجية الفدان أو الزيادة الأفقية من خلال زيادة المساحة المنزرعة وذلك بتشجيع المزارعين على زراعته لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد السكان وزيادة الطلب التي تتسبب في زيادة الأسعار. وعلى الرغم من زيادة إنتاجية الفدان من حبوب القمح إلا أنه ما زالت هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك حيث تعد مصر الأولى عالميا في استيراد القمح لتوفير الخبز المدعم. ويمكن الوصول إلى زيادة الإنتاجية بعدة طرق أهمها التوسع في زراعة الأصناف عالية المحصول وتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بتلك الأصناف وكذلك عن طريق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها في حينها لضمان سلامة المحصول. ومن أهم المحافظات المصرية في زراعة القمح محافظة الشرقية التي تزرع 10% من إجمالي المساحة تليها محافظة البحيرة بنسبة 9.1% ومحافظات الدقهلية والمنيا وسوهاج والفيوم والغرب
الغربية، وجميعها تزرع ما نسبته 52% من إجمالي مساحة القمح بمصر. أهلا بحضراتكم، وبينضم إلينا في حوارنا عن القمح وزراعة القمح والمبادرة اللي بتقدمها النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بزيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح. ينضم إلينا الدكتور عز الدين عبد الرحمن، الأستاذ دكتور بمعهد البحوث الزراعية. صباح الخير يا صباح الخير يا فندم. دلوقتي في مش شكوى، يعني في تضرر من أنه حلقة الوصل اللي كانت دايما موجودة عبر التاريخ بين وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية وبين الفلاحين ضعفت في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، يعني ما بقاش معهد البحوث على علاقة وثيقة بالفلاحين زي زمان، ما بقاش ينزل يشرف على الزرعة بنفسه ويشوف التقاوي صالحة ولا لا، ويشوف الزرعة قوية ولا لا، ويتابع عملية السقي المحصول ومشاكل الفلاحين وإلى آخر. هل شايف حضرتك أن ده حقيقي، وإيه ردك عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نقول صباح الخير لكل مصر ولكل أهل مصر وللسادة المسؤولين عن مصر كلهم، وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أقدر أقول الكلام دوت وبكل ثقة وأمانة، كلام هذا الكلام عار تماما من الصحة. طب وحضرتك معين بقى الحاج السعداوي؟ أقول لك أسبابي. أقول لك أسبابي. أولا بالنسبة لعملية الصلة بين الفلاح ومركز البحوث الزراعية، القائم على توصيل المعلومة للفلاح هو معهد بحوث الإرشاد أو الجهاز أو الإدارة المركزية للإرشاد. إحنا دورنا إيه؟ إحنا كمركز بحوث زراعية، معهد بحوث المحاصيل الحقلية، قسم بحوث القمح، عندنا على مستوى الجمهورية السنة اللي فاتت حوالي 5000 حقل إرشادي، يعني تقريبا حقل لكل قرية، على اعتبار ان مصر يعني فيها يعني حقل ارشادي. هقول لحضرتك، على اعتبار ان مصر فيها حوالي 4200 او 4500 قريه، احنا عندنا 5200 حقل ارشادي، حقل لكل قريه. الحقل مساحته فدان. بنقدم للفلاح فيه التقاوي بالمجان طول السنه، انا مع الفلاح من اول، زي ما بيتقال كده في المثل، من البذره للبذره او فروم سيد تو سيد، من اول ما بيحط البذره في الارض. هو الحقل الارشادي ده يعني معناه حقل نموذجي تعليمي مثلا او تعليمي او نموذجي، الفلاحين تروح فيه امتى تحط الزرع وتزرع ازاي اختيار التقاوي، معامله التقاوي، طريقه الزراعه، طريقه الري، طريقه طيب التسميد. الفلاحين بيقولوا كده، يعني الحاج السعداوي بيقول مفيش العلاقه دي مش موجوده بالشكل الامثل. معلش، يمكن قد يكون الاخ العزيز ما عدتش عليه، ما شافهاش شيء، لكن مش موجوده. لا ده كلام يعني صراحه نبقى بنغفل حقوق الناس. مساحه البنجر السكر يعني لا تقل عن 5 مليون فدان. احنا ما شفناش الحقن الزراعي ده عندنا خالص، ما جالناش ارشاد خالص. لا
ولكن احنا نتكلم على فكره احنا بنقول ده ممكن ننزل ممكن على الطبيعة. تكون حضرتك عينت اشخاص بالفعل في المكان بس هم حصل منهم تقصير أصلي. فمهم انكم تعرفوا انه ده حاصل عشان يتعالج ننزل على الطبيعة يعني ده ممكن يكون نظريا على الورق محطوط برضه هو اولا مساحه مصر الزراعيه الارض الزراعيه كلها حوالي 8.5 مليون فدان ازاي بنجر السكر لوحده 5 مليون فدان يعني انا بقول لك دي نمره واحد نمره اثنين ده اسمها الموضوع ده اسمه الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح يعني ايه حملة قومية للنهوض بمحصول القمح في مسؤول التربية بتاع الصنف في القمح اللي مطلع الصنف ده في مسؤول المعاملات الزراعية اللي هو يقول له امتى تسمد وامتى تروي وازاي تروي وازاي تسمد وازاي تزرع في باحث دول باحثين ناس دكاترة في من معهد الوقاية باحث عشان الوقايه في من معهد الامراض باحث عشان الامراض في من الفسيولوجي عشان لو في اعراض نقص تغذيه في الارض بيضيفها في من الارشاد من جهاز من معهد الارشاد ومن الاداره المركزيه للارشاد من كل محافظه طب وفي اشراف على ان كل ده بيحصل كل ده بيحصل لان المحافظه الجمهوريه 27 محافظه في 27 حمله قوميه في كل 27 محافظه لان ال 5000 محافظه دول ما هماش موجودين في بنجر السكر بس ولا في الجيزه او في بني سويف بس دول متقسمين على الجمهوريه من اسكندريه لاسوان من العريش ورفح شمالا من البحر لغايه لما توصلي للسلوم طيب انا هسال حضرتك كل الاسئله اللي احنا كنا بنتناقش فيها قبل الحوار او في حواري مع الحاج سعداوي اهلا حاج سعداوي كان في مشكله السنه اللي فاتت عند الفلاحين انهم بعد ما حصدوا القمح قعد فتره طويله جدا امام المنازل على ما حد جه استلمه واشتراه وكانت مشكله الحيازه ان ما حدش ينفع يورد للوزاره او للدوله الا لو كان عنده مستندات حيازه وده خلاهم عرضه لانهم يبقوا فريسه للتجار مثلا او للسوق ببيع طبعا اقل بكتير من سعر الدوله دي كانت مشكلة بتواجههم وده اللي خلى أو هيخلي عدد منهم يعيد تفكير في زراعة القمح السنة دي بعد شهر لما تيجي الدورة الزراعية الجديدة هل أنتوا حاطين خطة لمعالجة ما حدث العام الماضي وما يتكررش تاني؟ شوف يجب الفصل ما بين توريد القمح المسؤول عن توريد القمح واستلامه والمسؤول عن زراعة القمح ومتابعته التوريد واستلام القمح مسؤولية وزارة التموين وهيئة السلع التموينية وزارة التموين ككل المسؤولة عن توفير القمح للبلد ككل إنما القمح كزراعة وكبحث علمي مسؤولية مركز البحوث يعني الزراعية. بعد ما يتم جني القمح انتوا كده بيخرج من مسؤوليتكم بيوردوا هما للصوامع يسأل في ذلك بقى والشون. للصوامع والشون انما في ديفكت في قصور قد يكون فيه ما اقدرش اجزم لان انا مش المسؤول عن لكن دي مش مسؤوليتكم انتوا كوزاره زراعه لا مش مسؤوليتنا يعني مش مسؤوليه طيب التمويل طب بس دي هتاثر في حاجه انه ممكن الفلاح زي ما قلت يعيد تفكير في انه يزرع قمح هو اللي بيحصل هقول لحضرتك حاجه انتوا بقى ممكن هقول لحضرتك هو اللي بيحصل اللي هقول برضه يعني من خلال المتابعه اللي هقول اللي بيحصل حاجه حضرتك هو التوريد بيتفتح مع اول ابريل على اساس ان الحصاد بيتم في اول ابريل او في نص ابريل معروف عننا كشعب احنا في مصر كله بيروح في اول الطابور لكن التوريد ما بيخلصش الا في اخر مثلا شهر يوليو يبقى عندك ابريل ومايو ويونيو ويوليو 4 اشهر لكن كون ان تخيل حضرتك مهما كانت القدره الاستيعابيه للدوله في القمح المورد فجاه لقيت الناس موجودين عندها واقفين على الابواب في يوم وليله واقفين عشرات الالاف بيوردوا كله عايز يورد دلوقتي وكله عايز يعمل ثلاثة. هو برضو اللي واقف في الشونه معذور عايز يستقبل العربيه عايز يوزن يشوف الوزن قد ايه عايز يشوف القمح اللي داخل دوت قمح منتاج السنه دي ولا قديم مخزون عند بعض التجار وبعض ذوي النفوس الضعيفه بتدسه في الزحمه عايز يشوف القمح دوت هل هو مسوس او في اي بتاع عايز يشوفه مستورد ولا محلي وبعدين هو ما بيشوفش شوال او شوالين ده عشرات
او بقيت العربيات واقفه وكل عربيه مش شايله شوال او شوالين، دي شايله في اللي جايب محصول فدان، في اللي جايب محصول فدان نص فدان، في اللي جايب محصول 20 و30 و50 فدان. فده كله محصول طيب احنا ده كله مطلوب من المسؤول ان هو يعمله في نفس اللحظه، وده بيقول له خد دوري انا وده خد دوري انا. لازم تحصل مع الزحمه لازم تحصل طيب مشكله، لكن مش معنى كده ان ما حدش ورد او ما حدش استلم. طيب احنا بس عايزين نبقى حريصين انه 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 زراعه القمح ما تتاثرش في مصر ك ك كسلعه استراتيجيه او كزراعه استراتيجيه. هنرجع تاني نتكلم، بس هنوقف وقفه اقتصاديه مع زميلنا احمد فؤاد، نستمع لاخبار المال والاعمال ومن بعده نستمع. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبنستكمل حوارنا عن القمح وموسم زراعه القمح والمشاكل اللي ممكن تواجهه. معانا في هذا الحوار الحاج سعداوي حامد القائم باعمال نقيب العام لنقابه الفلاحين الزراعيين، ودكتور عز الدين عبد الرحمن الاستاذ دكتور معهد البحوث الزراعيه. اهلا وسهلا. احنا طرحنا بعض المشكلات اللي بيتعرض ليها الفلاحين وحضرتك كان ليك رد. خلينا نتكلم عن المبادره كمان اللي هم طرحينها اللي اتكلمنا عليها في الجزء الاول من الحوار، لزياده مساحه الاراضي الزراعيه اللي يتزرع عليها القمح السنة دي. هل ده متاح بالنسبة لكم؟ يعني هل وصلكم هذه المبادرة وابتديتوا تاخدوا فيها إجراء لأنه موسم زراعة القمح بعد شهر واحد؟ هو طبعا يشكر الحاج سعداوي على حسه الوطني دوت، وخاصة أن القمح أنت عارفة هو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، يعني ما فيش واحد، إحنا 90 مليون 92 مليون اي انسان في على ارض مصر او في العالم كله بيصحى من نومه على رغيف العيش. في طبعا الكلام ده احنا معنيين بيه زياده المساحه الزراعيه للقمح، لكن بصي حضرتك احنا عندنا المساحه الزراعيه في مصر كلها 8.5 مليون فدان او 8 مليون فدان. يعني منهم 2 مليون فدان دول ثابتين خضار وفاكهه، يتفضل 6 مليون فدان، احنا يبقى 6 مليون فدان في الموسم الشتوي. بنزرع منهم 3.2 مليون فدان قمح، يعني أكتر من 50% من المساحة المتاحة، الباقي بيخش بقى إيه بقول وبيخش في وفي مساحة ثابتة طبعا منهم قصب بيخش في زراعة البرسيم بتاع. لا أمل لدينا إلا في الزراعات والأراضي الجديدة. السيد الرئيس والدولة مشكورة أطلقوا مبادرة المليون ونص فدان. المليون ونص فدان دولت إن شاء الله الدولة شغالة عليهم وهيخشوا في الإنتاج على مراحل متتابعة. هم دي اللي هي الزيادة الأفقية اللي هي ممكن نسد بيها جزء كبير من الاحتياجات. تمام، بس هنا في مبادرة مهمة في القمح بالذات، هم عايزين يزودوا مساحة الأرض المزروعة بالقمح. جزء من الأرض دي لازم هيخش في القمح. أقول لك حاجة بقى كمان، احنا لسه كنا بنناقش البرنامج، يعني دي في حاجه في القسم عندنا، كنا بنناقش البرنامج بتاع السنه الجديده هنعمل ايه على مستوى الجمهوريه. من ضمن اللي احنا حاطينه في اعتبارنا ان هي ازاي نوجد اصناف جديده بمواصفات معينه تصلح في الاراضي الجديده. طيب ديت بحيث ان هي مثلا تتحمل الجفاف، لان دي ارض هتبقى صحراويه فيها. عندكم مجموعه من الدراسات؟ عندنا مجموعه من الدراسات. طيب جاهزه وماشيين في نفس يعني مساحه الحوار يعني في البرنامج ضيقه والملف كبير جدا ومتشعب وفيه يعني عناصر كتير. بس خلينا يعني نرحب معانا دكتور محمد عبد دايم المستشار الاعلامي لوزاره الزراعه. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح النور الدكتور حامد عبد الدين. دكتور حامد انا اسف. انا برحب بحضرتك وبرحب بالدكتور عز والضيف اللي مع حضرتك وبرحب بالمشاهدين. بس اسمحي لي يعني السؤال اللي حضرتك وجهتيه للدكتور عز الخاص يعني المشاكل التي حدثت في الموسم الماضي ومتعلقه بتوزيع ده بناء على يعني خبره او الحاج سعداوي حامد اللي موجود معانا في الحوار. انا بحيي الحاج سعداوي وانا بقول لحضرتك طبعا كل هذه المشاكل اللي احنا على علم بيها، لكن عاوز اقول لحضرتك خبر حصري. معالي الوزير الاستاذ الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واصلاح الاراضي بناء على تعليماته امر بعقد اجتماع سريع بين المسؤولين بوزاره الزراعه ووزاره التموين لوضع الضوابط الحاكمه بتسليم الاقماح. وطبعا عقدت هذه اللجنه اولى جلساتها بالامس بديوان عام وزاره الزراعه بمكتب الدكتور احمد ابو الجديد رئيس قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعه لمناقشه هذه الضوابط.
حتى نتأكد من وصول القمح المحلي للشوان ولتلافي تلفيات الموسم. عشان ما يحصلش اللي حصل السنة اللي فاتت. تمام. وطبعا عاوز اقول لحضرتك ان اثناء الاجتماع يعني حضر معالي وزير الزراعة الأستاذ دكتور عصام فايق جزء من هذا الاجتماع، ورحب بالسادة الحضور وشدد على ضرورة الانتهاء بسرعة من تحديد سعر التوريد للقمح، حيث أننا أوشكنا على بداية الموسم، لأن طبعا لابد من إعلان السعر مقدما. متمنين للجميع التوفيق والانتهاء من التوصيات والضوابط التي تضمن تسليم الأقمح المحلية ووصول الدعم للمستحقين بأقصى سرعة، وإن شاء الله اللجنة سوف تعقد جلستها الثانية يوم طيب. الأحد القادم. تمام. دي أخبار إيجابية جدا فيما يتعلق بعدم تكرار اللي حصل في الموسم السابق في الأمن. طيب كنا عايزين نسأل كمان يا فندم على التواصل وحلقات التواصل ما بين وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وما بين الفلاحين. هو يعني دكتور عز بيقول انه في تواصل، لكن يعني من خطة الدولة في تواصل، متعين كذا سميتها حضرتك حملة ايه؟ قومية. الفدادين اللي هي النموذجية. الحقول الإرشادية. موجودة ومتوفرة. 5200 حقل. ومتوزع عليهم أكيد مرشدين وخبراء، لكن يبدو إنه في أحياناً بيبقى في تقصير مثلاً من موظفين، أحياناً بيبقاش في تواجد بالشكل الكافي، ولو إنه ده موجود نظرياً وفي الخطة اللي بيها الفلاحين ما بيحسوش بالعلاقة الوثيقة اللي بتربطهم بالوزارة ومركز البحوث زي ما كانت بيحسوها زمان. يعني كان زمان المهندس الزراعي ده مع الفلاح يدا بيد طول الموسم. هل انتوا عندكم آلية لضبط الإشراف على انه هذه اللجان او الحقول الإرشادية بتقوم بعملها في كل الأماكن بالشكل النموذجي او الإيجابي يعني، ولا محتاجين رقابة أكتر؟ طيب أنا يعني عاوز أقول لحضرتك، وأكيد الدكتور عز وضح لحضرتك بعض يعني هذه النقاط، أن توجد الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح على مستوى الجمهورية. هذه الحملة موجودة في جميع المحافظات، وبيكون ممثل فيها زملاء باحثين من جميع التخصصات المتعلقة بمحصول القمح، الأراضي، الأمراض، الحشرات، التربية، الحشائش، كل التخصصات، بالإضافة لمشاركة الإرشاد الزراعي في كل محافظة. وهذه الحملة تعقد جلساتها كل 15 يوم بالمحافظة، وبيتم مناقشة ما دار في جميع مراكز المحافظة والمشاكل الموجودة في جميع المراكز، ولو في أي مشكلة تنتقل اللجنة فورا إلى الحقل مباشرة حل هذه المشكلة. دي رقم واحد. رقم اثنين، بالإضافة للندوات الإرشادية التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع جهاز الإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية، وهذه الندوات مستمرة بصفة مستمرة على مدار العام أثناء موسم القمح. التواصل المباشر مع الفلاح على رأس الغيط، أقول لحضرتك على رأس الغيط، يعني احنا بنعمل ندوات حقلية على رأس الغيط في الحقل، بنقعد مع المزارع وبنشرح كل التوصيات الفنية المتعلقة بهذا المحصول، لأن حضرتك عارفة ده محصول استراتيجي مهم، لازم كلنا نتعاون من أجل الوصول لأعلى إنتاجية. وطبعا الدكتور عز وضح لحضرتك أنه مع بحوث المحاصيل الحقلية وقسم بحوث القمح، الحقيقة يعني بيستنبط أصناف عالية الإنتاجية من القمح، ومستمر في استنباط هذه الأصناف اللي ليها إنتاجية عالية يعني بالنسبة للفدان، وقد تصل في بعض الحقول ل 30 و 35 أرداب بالفدان. أيوه. يعني طيب احنا بنشكرك دكتور حامد عبد الدايم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، شكرا لوجودك معانا. حاج سعداوي، يعني بقالك كتير ما تكلمتش، هل عندك بعض النقاط اللي تتمنى انه يتم مراعاتها في الموسم الزراعي القادم ومشكلات؟ نتمنى انه اولا يزرع تقاوي كويسة، تزود المحصول، تزود الاراضي الصحراوية في الزراعة، موجودة الاراضي عايزة تتزل، الناس اللي هي ما تملكتش اراضي تتملك اراضي عشان الناس التانية تزرع جنبها وتبقى مطمئنة. ثانيا البحوث يا ريت ترجع زي ما كانت الاول، ولكن انا الكلام اللي بسمعه احنا عندنا غله باظت السنه اللي عدت من رش العفش اتحلق، ما عندناش بحوث زراعيه بتنزل هناك خالص. فين منطقه البنجر دي؟ انا مرينا فيها. في اي منطقه بالظبط؟ منطقه بنجر السكر.
قرية مصطفى اسماعيل وقرية 2 وقرية 27 وقرية 26 وقرية 29. المهم ان انتم ممكن تاخدوا البيانات دي على فكرة وتشوفوا مين المشرف. ولكن لهم بحوث مركز البحوث في 29 تقريبا ولكن ما بينزلش. ما هو الموظفين ماشيين لكن ما بينزلوش. ما هو لو بينزل هيبقى كل حاجة باينة. ما نروح نسأل. احنا ليه نقعد نعكس بعضنا؟ لما ننزل نعمل لجنة ونسأل البحوث دي بتيجي للناس دي ولا ما بتجيش؟ هو مليون واحد يعني خليهم 5000 واحد بس اللي في البنجر ده يكتبوا ال 5000. ما لازم يكون فيه. طيب احنا تهجين حتى التهجين اصلا احنا فقدناه. النهارده بنجيب الدوره استادي من السرطه. عندكم مشكله في ال ايوه الدوره في عندنا فيه في البذور نفسها نازل في الدوره كتير جدا. ما هو ده لو في ايه الجهه اللي لو في كشف ليها على الحاجات دي تحللهم. احنا الاول كنا حضرتك البعوث اللي بتسلمنا الغله من الجمعيات الزراعيه والبعوث اللي بتسلمهم بتشرف على الحاجات دي. لو جات تسود للغله والكلام ده بنقول لهم عليه يجي يرشوه. الكلام ده كلاته كان زمان بيبشروه كان بياخدوا من التربه تحصين نفسها. التربه نفسها كانوا بيحصنوها. ايوه كان بيقول لك ادي الميه قد كذا. كان حتى اللي مش عارف يزرع هم بيوجهوه. النهارده احنا فقدنا الكلام ده كله. والله يا دكتور عز يعني شوف احنا هنقول لحضرتك ده حد في المجال يعني مش كلام مرسل. البحوث موجود هو كلام هو مسؤول عنه لكن انا بقول لك هو كلام مسؤول عنه. البحوث موجوده وموجوده في بنجر السكر في مصطفى اسماعيل في الرائد في محمد رفعت في عبد الباسط في موجوده في البستان موجوده في النبريه الجديده في محطه بحوث النبريه موجوده في على الطريق الصحراوي كيلو 48 في الغرب في محطه بحوث إيتاي البارود. طيب ما فيش مانع برضو ان انتم تعيدوا نظر دي حاجه بالنسبه معلش بالنسبه على الاماكن دي احنا بنوفر 60% 60% من التقاوي من المساحه المزروعه في جمهوريه مصر العربيه تقاوي كل سنه. ومع ارتفاع الاسعار وارتفاع التكلفه. طب هل في جهه ممكن لو عندهم شكوى يلجؤوا لها في وزاره الزراعه لو عندهم يتفضل مشكورا عندنا في مركز البحوث الزراعيه معهد يعني البحوث يعني لو حضرتك عندك شكوى يا حاج سعداني مسافه من بنجر السكر للقاهره طويله ممكن يروح محطه النبريه جنبيهم او محطه إيتاي البارود في زرزورة جنبيهم والمحطتين هم متوالين المنطقة دي يتفضل عندنا مشكورا في مركز البحوث الزراعية في قسم بحوث القمح أو في معهد بحوث المحاصيل الحقلية ككل ذرة وقمح ورز وفول وعدس وكل حاجة مشكورا ومشاكله هتتحل. لكن كلمة إن مفيش بحوث يعني مفيش بتاع لو حضرتك فعلا عندك شكاوي يا حاج سعداوي يا ريت تتوجه بيها مشكورا فورا ونشكره. وحضرتك توجهت على الهواء ممكن حتى ينزلوا قمح ويبشروا بيه اللي عدى احنا في السنه اهي اولها نزلوا تقاوي هي زياده المحصول مش السوق التجار اللي بتنزله لنا. ما التاجر ده وانت بتنزل بيجلد. انت لما تشتري تقاوي التقاوي بتاعتنا معروفه بتاعتنا مكتوب عليها مركز الاداره وزاره الزراعه الاداره المركزيه لانتاج التقاوي. هو في النقطه دي احيانا بعض ذوي النفوس الضعيفه بيشتروا الشكاره دي فاضيه ب 30 جنيه. الشكاره اللي مكتوب فضية. عليها بياخدوها فاضيه من عشان بيبقى مكتوب عليها انها تابعه لوزاره عشان مكتوب ده دلاله على ايه بقى؟ على ثقه في التقاوي بتاعه الوزاره صح؟ وبعدين هو يعبيها بقى من عنده من تحت السلم من فوق السطح. طب ما لازم الوزاره تبقى في اشراف. احنا بنسلم الشكاره في ايد الفلاح على طول. الشكاره تخيل حضرتك لغايه النهارده بتتباع ب 150 او 160 جنيه. من 7-8 سنين السعر ده ثابت والاسعار عماله تعلى والدوله هي اللي بتتحمل التكلفه. لا بنحرك سعر ولا بنزود سعر لان احنا بنشتغل مع محصول قومي. ما بيهمش الحاج سعداوي بس، ما بيهمش عز الدين عبد الرحمن بس، ما بيهمش حجتي بس، ده بيهم 90 او 92 مليون طبعا. بدايه من السيد الرئيس لغايه اصغر واحد في الدوله. فالدوله مشكوره بتشتغل في التقاوي بتاعتنا موجوده. بقول لحضرتك احنا بنوفر 60% من مساحه التقاوي في مصر. 60% من مساحه التقاوي. بس زي ما حضرتك قلت انه احيانا بيبقى في تلاعب. زي ما حضرتك قلت احيانا بيبقى في تلاعب. ما انا حضرتك لازم انا جهه بحثيه مش جهه امنيه. مش انا اللي هقفر تعب. اكيد طبعا بس في التقاوي دي موجوده منتشره في الجمهوريه بتتكون من حوالي 14 صنف قمح خبز. وهو عارف الكلام ده كويس. لكل منطقه بنقول له ازرع الصنف ده وما تزرعش الصنف ده. مش عشان انا صاحب الصنف ده او انا ضد الصنف ده. كلهم احنا اللي عاملينهم. لكن علشان الصنف ده يوافق هنا وما يوافقش هنا
يوافق هنا من حيث درجات الحرارة ممكن في الصعيد أصناف معينة تتحمل الحرارة، يوافق عنده علشان الجفاف، يوافق منطقة الشمال في قريبة من البحر في كفر الشيخ وبتاع عشان الإصابات بالصدى لازم تكون أصناف مقاومة للصدى، أصناف تكون متحملة نقص المياه، أصناف تكون كل منطقة لها ظروفها فبنحط لها أصناف. في الصعيد في كمان 6 أصناف أو في 8 أصناف قمح ديورم عشان إنتاج المكرونة والسيمولينا. تمام. كل ده عجلة بتدور ما بتقفش، مشغلة 365 يوم في 24 ساعة. طيب احنا يعني اعتقد ان احنا اتكلمنا في نقاط كتير، يمكن الملف محتاج وقت اكبر، بس على الاقل حطينا ايدنا على حاجات مهمة، يعني فكرة التواصل ما بين المراكز الأكاديمية وما بين الفلاحين، فكرة الإشراف وزيادة الإشراف على آليات كتير جدا من أول نزول المهندسين لغاية الموضوع الشكارة والبذور والتقاوي ومدى، وفكرة كمان أنه الاقتراحات اللي بيقدموها سواء بزيادة مساحة طبعا الأراضي، كل ده لازم يؤخذ في الاعتبار طبعا. ونتمنى انه موسم القمح اللي جاي يبقى افضل حالا ان شاء الله. كل سنه افضل من اللي قبلها من كل الزوايا، كل سنه على كل المستويات ان شاء الله. شكرا ليكم. والحاج سعداوي حامد القائم باعمال النقيب العام بنقابه الفلاحين الزراعيين، شكرا لوجودك معانا. ودكتور عز الدين عبد الرحمن الاستاذ دكتور معهد البحوث الزراعيه، شكرا لك. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا. مشاهدينا ده كان حوارنا الاخير النهارده في هذا الصباح، بكره نقابلكم في 3 ساعات من 7 وحتى 10 وفريق عمل جديد ايضا في هذا الصباح. الى اللقاء.